فيديو النهارده هيعجبكم جدا جدا جدا، استنوني هوريكم هنرسم الرسمه دي ازاي بكل بساطه وبطريقه سهله جدا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، لايك وشير الفيديو، مستنيه كومنتاتكم اللي دايما بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو النهارده مختلف شويه وجميل وان شاء الله هتحبوه. ممكن نشتغلوا على ورق كانسون او ورق تقيل زي ما انا عامله كده، ممكن اللي حابين يشتغلوه على توال ممكن برضو هيبقى احلى. برضو انا هنا رسمت الرسمه اللي انا عايزاها الاوت لاين بتاعها. الاول طبعا حطيت اللي هو اللزق ده، السكوتش ده لزق سهل ان هو بيتشال ويتحط، لزق خفيف يعني، في منه تخانات مختلفة رفيع وتخين. انا لزقته كده جنب بعضه على ورقة او ازاز مثلا او خشبة اي حاجة عندنا، وبعد كده حطيت الاوت لاين بتاعي عليه، بدأت افرغ الشكل من جوه اللي انا ايه عاوزاه، وشلته من على الحاجة اللي انا عملته عليها دي، وبدأت ان انا الزقه على السكتش او الورقة بتاعتي او التوال بتاعي ايا كان اللي هنعمل عليه. هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نحط عليه مجموعة الوان وهوريكم هندرجها ازاي. انا هنا هستخدم الوان اكريليك، ممكن تستخدموا جواش، ممكن تستخدموا الوان مية، بس اللي هي الانابيب اي نوع، ممكن زيت بس هتاخد وقت تنشف معاكو. وهنبدأ نحط درجات الالوان اللي احنا حابينها. الشكل ده كل درجة فوق التانية، نسيب مسافة ما بين. نفس الكلام الناحية التانية، انا كده حطيت الالوان بتاعتي وفرشة نظيفة، هبدأ ان انا اوزع اللون بتاعي. هنا هشتغل من الفاتح واطلع اللون اللي بعدي. بسيحهم في بعض بحيث انه ما بقفش فيه فواصل ما بينهم، مش عايزة احس بفواصل، واملى كل المساحة بتاعتي. هنا اجيب مني حتة زيادة في الازرق على اللون الموف، هجيب فرشة نظيفة وابدأ ان انا ازبطها. ما تقلقوش طالما اللون لسه ما نشفش
نقدر نظبط اي حاجة ونتلافى اي اخطاء تحصل. وعايزة اقول لكم كمان، كل ما الحروف اللزق تبقى ملزوقة كويس قوي، كل ما اللون هيطلع معانا، الشكل قصدي النهائي هيطلع معانا منتظم ونضيف جدا جدا جدا. هنا هنشتغل بقى العكس من فوق، لان الفرشة معانا فيها اللون الغامق اللي فوق ده. هنخلي بالنا كويس، لان الاكريليك بالذات لو احنا بنشتغل بالاكريليك، الاكريليك بينشف بسرعه، فالالوان اللي احنا حاطينها في الاول دي ممكن على ما نيجي نشتغلها نلاقيها نشفت شويه. بصوا يعني في حتت كده معايا نشفت سنايه، بس شغال حسب برضو حراره الجو حوالينا في المكان اللي احنا قاعدين فيه. هغير الفرشة اللي معايا كانت شوية واخدة الأزرقات قوي، من الأصفر فاتح، فمش عايزاه يتوسخ قوي معايا. كده خلصت اول مرحلة، اوريكم هنعمل ايه تاني. هرسم في المكان ده بعد السحب كده، هديها اكتر من درجة بحيث تبان طبيعية شوية.
هنا بقى هدي تأثير الجالكسي او الفضاء بفرشة اسنان ناشفة ولون ابيض. هبدأ ان انا اعمل بيها نقط كده بشكل عشوائي، هيدينا التأثير اللي احنا عايزينه. وهرسم بعد كده قمر بقى ونجوم. حاسة ان مش باين قوي في الفيديو، انا هنا بحط على شعر الفرشة نفس لون وببدأ احرك الشعر بصباعي بحيث ان هو زي يعمل زي السبراي كده للون نفسه. السحاب سيبته ينشف شوية، زي كده بديله درجات كده من الأورنج اللي عندنا ده. هبدأ بقى أرسم هلال كده بسيط اللون الأبيض. طبعا انتوا ممكن ترسموا بقى أي حاجة تعجبكم في المساحة دي يعني، وتختاروا الألوان اللي عجباكوا. ده بس مجرد شكل مش إجباري يعني. هجيب بس فرشة أرفع وهعمل بقى نجوم بسيطة كده. بعد ما الالوان بتاعتي بقى تنشف خالص باللون الاسود، وهعمل زي السلوات هرسم رسومات بيه برضو. ده براحتكم، بس انا بحب الشجر والعصافير والحاجات دي في السلوات قوي. ممكن تعملوا قطة، ممكن تعملوا عصافير زي ما قلتلكوا، تعملوا قلوب، تعملوا بيوت، تعملوا مدخنة، تعملوا أطفال مثلا على عجل أو شخصيات ماشية أو بنت بتتمرجح. يعني في أفكار كتير جدا ورسومات كتير جدا نقدر نعملها بتكنيك أو بأسلوب السلويت ده، بتطلع نتائجها حلوة قوي وسهلة يعني. وبرضو الشكل الخارجي اللي هو الشكل الداخلي قصدي، اللي هو اللي احنا فرغناه من الشكل نفسه ده، انا مرميتوش، احتفظت بيه عشان هنستغله في حاجة تانية او في تكنيك تاني ان شاء الله هعمله لكم فيديو لوحده. فاللي يفرغ شكل يخليه برضو عنده في البيت، سواء بقى هو كان عامله اشخاص او قلب او دايرة او حيوان، مش شرط الشكل اللي انا عاملاه بس، وخليه. وان شاء الله هنعمل له فيديو تاني، احنا نستغل كل حاجة بنعملها ومنرميش اي حاجة خالص. Thank you.
عايزه اقول لكم كمان ان انتوا بتشتغلوا باللون الاسود ده تخلوا بالكم قوي، لان صعب شويه ان احنا نصلحه، ومش مستحيل بس صعب. انا برسم على طول، ممكن انتوا تعملوا ترسموا اوت لاين بالرصاص، تعملوا الرسمه بالرصاص بعد ما الالوان بتاعت الخلفيه تنشف خالص، وبعد كده تلونوا فوقيها بالاسود. ده برضو مفيش مشكله فيه لو انتوا لسه في الرسم خايفين او مترددين او مش عارفين انتوا عايزين ترسموا ايه. انا شويه حاطه الفكره في دماغي، فعارفه انا برسم ايه، وهعمل شجر وهعمل حشائش كده من تحت. فانتوا برضو حابين تعملوا الاوت لاين بالرصاص الاول اعملوه، حابين تشتغلوا على طول برضو براحتكم، بس خلي بالكم وانتوا بتعملوا باللون الاسود ان هو بيبقى صعب شويه ان احنا نصلح فيه، عشان هنحتاج نقعد ندرج اللون اللي احنا عملناه تحتيه ونقعد نغطي فيه، يعني قصه كده. ممكن برضو تشتغلوا بقلم حبر اسود او ماركر، مش مشكلة برضو طالما اللون اللي تحتيه ناشف، بس انا بحب احساس الفرشة اكتر. يعني خلوا بالكم طبعا لو اللون لسه ما نشفش ان احنا ايدينا ما تجيش فيه فتبوظ لنا باقي الرسمه.
شلنا كل اللزق اللي حواليها كده، تبقى يبقى خلصناها. اتمنى تعجبكم واتمنى تجربوها، واشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله. وما تنسوش سبسكرايب للقناة، لايك وشير الفيديو، واي كومنت من الكومنتات كله بتساعدني.